نفسي وأوهب بكل أخ في هذه البلدة أن يصطلح مع الله. يا أخي إذا كنت تائه عن الله تعال مد إيدك وبايع ربك في هذا الشهر المبارك، قول يا ربي صحيح أنا كنت بعيد عنك لكن هل أنا تائب، أنا راجع إليك يا رب. نعم. والباري عز وجل يقبل، ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا كان واحد ماشي لكن مقصر خليه يتفادى تقصيره، وإذا كان واحد منا معرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى يقعد بها الليالي، ليالي رمضان يا جماعة ليالي الأنس بين العبد وبين الرب، إما أن ينصرف إلى المسلسلات التي لا أريد أن أصفها، وإما إلى هذا البلاء الآخر الأطم النت الإنترنت. نعم هذه سوسة والعياذ بالله. وأنت بأنه شهر؟ بشهر الأنس مع الله، بشهر دعوة رب العالمين إلى رحابه. نعم أنت بهذه المرحلة. طيب كيف ما بتستحي من ربك؟ وشهر رمضان يمر وأنت لا تعلم الأجل بأي لحظة من اللحظات مخبوء، ما بتعرف أجلك وراء أي لحظة مخبوء، ما بتعرف. لا تقول أنا شاب، لا تقول أنا كهل. كان في مو بهالمسجد، بمسجد السنجق داري لهذا الشيخ هو سبب الدرس، الله يطول عمره، الله يزيد قوة وعافية، والله هذا الدرس المستمر هو اللي غرسه. كان شاب يحضر هذا الدرس في مسجد السنجق دار، عامل بيجي على هالبسكليت بيحضر الدرس وبيرجع. يوم من الأيام ماشي وإذا به وقع من الدراجة وتوفي، لا في مرض ولا في شيء ولا في نذير. نعم. سألنا تبين أنه هذا الشاب طبعا جو أهله أخذوا موجود بجيبته ورقة مطوية كاتب فيها وصيته يوصي فيها أبويه، أولا عم يشكرهم على حسن التربية التي تلقاها منهم، ثم يوصيهم بأن يسير على النهج الذي يرضي الله، وبأن لا يسلك طريقا يحجبهما عنه يوم القيامة والآخرة. اجتمعنا في دار الدنيا لا تخلونا ننحجب عن بعض في الآخرة. يا الله. طيب هذا ولد هذا عمره يمكن 22 23 ما في بين 20 و 25 سنة. نعم. كان ينتظر الموت، كان يتهيأ له وكتب وصيته، ما حدا يقول الموت بعيد عني. طيب الموت مو بعيد عنك، هل هيأت ما تقابل به ربك؟ Allah.